اكيد قبل ما ابدا مع حضراتكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، لازم اصبح على زميلاتي اللي منوريني في الاستوديو. ايمان ومنى، صباح الخير عليكم. صباح الخير جمانة، صباح الخير ايمان. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير لكل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. احنا يعني زي ما جمانة بتقول خلاص احنا ابتدينا نطبق فعلا خطه التعايش، وابتدينا فعلا نبقى موجودين، الكافيهات فتحت والناس ابتدت تنزل. انا شايفه ان واحد من المكاسب اللي اكتسبناها من فيروس كورونا، ومحدش يتخض وانا بقول مكاسب، ان احنا قللنا التدخين خصوصا في الاماكن العامه او تقريبا شبه انعدمت خالص. الشيشه واحد من المشكلات اللي كانت فجاه انتشرت بشكل رهيب في البلد، ويمكن مش في البلد بس، في اماكن مختلفه، وفجاه لقينا بقينا بنشوف كل الناس قاعده وفي ايدها شيشه في الكافيهات. انا شايفه ان من مميزات فيروس كورونا ان اتمنعت الشيشه من كل الاماكن. يعني صحيح يا منى، هو كان في تركيز على خطوره الشيشه تحديدا، لان هي مش خطر بس على اللي بيدخنها، بعيدا عن انها يعني بتكون من مكان حد لحد، هي خطر كمان على اللي قاعد وما بيدخنش بس شامم الهواء في المكان. الحقيقه انه فعلا بتفق مع منى انه دي كانت من ايجابيات فيروس كورونا، لكن مش عايزين ده ينسينا انه التدخين كمان خطر مش بس الشيشه. فيعني يمكن ده اللي دفع وزارة الصحة أنها تعيد وتذكر بأنه التدخين طبعا بجانب خطورته على الرئة، إلا أنه واحد من المسببات الرئيسية اللي ممكن تدفع للإصابة أو لالتقاط فيروس كورونا كوفيد 19 والأمراض التنفسية الأخرى. أكيد إحنا في وقت زي ده محتاجين أنه الرئة تكون سليمة، عشان لو لا قدر الله التقط الشخص الفيروس يقدر يقاومه. هي دي الفكرة اللي إحنا لازم نرسخها، مش بس الشيشة منا. أكيد صفحة وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لا تتوقف عن أنها تدي نصايح مختلفة، وبتؤكد وبتذكر على أهمية منع التدخين. يعني زي ما ربنا عافانا من الشيشة، إن شاء الله كمان نقدر ننشر فكرة أن إحنا نمنع التدخين، أو على الأقل نقلله في الأماكن العامة.